صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 33 لسنة 2023 بتعيينات في وزارة التربية والتعليم وذلك بناء على عرض وزير التربية والتعليم جاء فيه يعين في وزارة التربية والتعليم كل من الشيخ لطيفة بنت إبراهيم الخليفة مديرا لإدارة التقييم والأداء السيد نادر محمد عبد الرحمن جمالي مديرا لإدارة التربية الرياضية السيد حمد راشد سعد العميري مديرا لاداره الخدمات، السيدة ريم عبده فاضل احمد الصناعي مديرا لاداره تقييم المخاطر والشؤون القانونيه، السيدة سحر عبد المنعم المجذوب مديرا لاداره سياسات وتطوير المناهج، السيدة فاطمه مهدي حسين محمد علي مديرا لاداره سياسات وتطوير التعليم، السيدة هلا هل جعفر علي نصيب مديرا لاداره الشراكه المجتمعيه.